حادثة من هذه الحوادث إذا كانت بتجرح، إذا كانت بتشق النسيج، لكنها إحنا ثقتنا في ربنا أن ده ممكن ما يأثرش فينا، بالعكس ده بيزيدنا تماسكا وإصرارا. المجتمع المصري مجتمع قوي، والشعب شعب مليان ذكاء، وشعب عريق، وشعب متحضر. ياريت كلنا نكون محترسين جدا من الفتن، كلنا نبقى واعيين للناس اللي بتنشر أفكار رجعية متخلفة. ياريت كلنا نواجههم، كل ما نلاقي حد بيقدم أفكار فيها عداوة، فيها تكفير، فيها غلاظة قلب، نقاوم هذه الأفكار همجية هدفها التخريب والتدمير، وده كله ضد ربنا طبعا. أقول لكل إنسان بيعمل كده، مين اللي اداك الحق إنك تعمل كده؟ وهل أنت فعلا ضميريا هتقابل ربنا إزاي؟ زي ما قال قداسة البابا برضو، من الذي اداك الحق في أن تقتل؟ مين اداك الحق؟ ده ربنا بنفسه ما بيعملش كده. هل ربنا ضعيف إنه يستخدمك أنت في القتل؟ لا، ده ربنا أقوى بكتير. الدور اللي بتقدمه الكنيسة أنها تثبت أولادها في الإيمان اللي احنا ماشيين فيه مهما حصل لنا، وزي ما سمعنا كده من قداسة البابا ان الانسان اللي بيموت وهو بيصلي، بيموت وهو بيعبد ربنا، بيموت وهو صايم، بيموت وهو في الكنيسة، اكيد ده بيفتح له ابواب كثيرة في السماء يعني. وكلنا على رجاء القيامة بنودع الشهداء دول وبنزفهم للمجد السماوي، وكلنا رجاء وثقة إننا هنتقابل معاهم في نهاية الأيام.